الحريم اسم عربي تركي قديم أطلق على كل ما هو محرم وممنوع، وصار بالتداول مقتصرا على القسم النسائي الممنوع على الرجال داخل قصور السلاطين وكبار القوم في المجتمعات الإسلامية في الشرق كما في الغرب الإسلامي. داخل هذه العوالم كانت ترتسم شخصية السلاطين والملوك المغاربة بين الكرم والعطاء والبخل. في هذا التقرير التاريخي نقترب من شخصية الملك محمد بن عبد الله، ولماذا وصفته الأدبيات التاريخية المغربية بالبخيل، ولماذا كان بخيلا مع نسائه العديدات، وكيف هو حاله مع الحريم السلطاني. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. سلطنة الحريم هو مفهوم ارتبط بالحرائم، ويعني تدخل جناح النساء داخل القصر الذي يضم والدة السلطان وأخواته ونساءه وإيماءه في أمور الدولة والناس. واقتباسا للمعنى، تجدر الإشارة إلى أن حرائم السلطان أو حرائم سلاطين المغرب عرفت هذا النوع من التدخل من خلف الستار ومن الخلف. ونكتفي بالحديث هنا عن مثالين، أولهما من دولة السلطان محمد بن عبد الله، والثاني من الدولة العزيزية نسبة لعبد العزيز. كان السلطان محمد بن عبد الله بخيلا محبا لكنز المال ومحبا لجمع لجمع الذهب بحسب شهادات أوروبيين عاشوا في قصره، وبسبب شحه الشديد كان مقترا في الإنفاق على نساء حريمه، مما دفع المفضلات بينهن أن يشتغلن في التوسط لديه لكل من له غرض عالق أو مصلحة مع السلطان. وكنا يشغلن العبيد المخصيين المكلفين بحراسة الحريم في التواصل مع الراغبين في التدخل بمقابل رشاوي وهدايا. وبحسب الطبيب لومبيير فإن السلطان كان على علم بتلك الممارسات المهينة له من قبل حريمه، لكنه ظل صامتا عنها حتى يسمح لنسائه بالحصول على المال الضروري لمصارفهن. أما المثال الثاني من الحريم العزيز، فعندما توفي السلطان الحسن الأول عام 1894 تواطأت أرملته لالا رقية، وهي جارية شركسية كان قد استقدمها من إسطنبول مع الصدر الأعظم أحمد بن موسى المعروف والملقب ببو أحمد لتعيين ابنها عبد العزيز سلطانا، مع أنه كان عمره فقط 16 عاما فقط، وأبعد أخاه محمد بالمقابل. وبينما كان السلطان الطفل يلهو في القصر كانت أمه تسير البلد على هواها. وعندما بلغ عبد العزيز سن الرشد ظل يستشير أمه في كل قراراته، وكانت هي التي تعين وتقيل من ترضى أو لا ترضى عنه، حتى أنها عينت المهدي النبي وزيرا للحربية، وهو الذي كان مجرد مخازني في عهد زوجها الحسن الأول. ولم يتخلص السلطان عبد العزيز من سلطة أمه إلا سنة 1901، حيث بدأ يستشير مستشارين أوروبيين كانوا ملحقين بقصره. وجرت العادة كذلك بأن يتفرغ السلطان كل يوم خميس لحريمه، فتغلق أبواب القصر ويأخذ بعض نسائه في نزهة داخل حدائق القصر تسمح لهن بالقليل من لحظات التسلية وبالاستمتاع برفقته المعظمة دون قيود، فتجد فيهن خلال ذلك الموعد الأسبوعي الذين ينتظرونه بشوق كبير أواصر التشبث بحياتهن الرتيبة. لكن بالنسبة إلى أغلب نساء الحريم قد لا يتلقين السلطان إلا مرات محدودات طوال عمرهن، وقد لا يلتقينه أبدا. ومن أجل منع الأخريات من الإنجاب كانت عادة غريبة سائدة في الحرائم، فقد كانت العريفة تحرص على أن تمضغ المرأة التي لا يرغب السلطان في حملها مسحوق الذهب الصافي بحسب ما أصر السلطان عبد العزيز لمصوره الفرنسي. وفي العادة
لم يكن السلطان يزور الحريم، بل يكلف إما العريفة أو أحد العبيد الحريم المخصيين بجلب من يرغب فيها من نسائه أو إيمائه أو عبداته. لكن ككل المجتمعات البشرية، كانت للحريم حياة اجتماعية خاصة، محورها الأوحد دائما هو السلطان. يحدث ذلك مساء حين يجتمع مع محظياته في حفل تنشطه شيخة مع جوقها من الموسيقيين، أو ليستمعوا إلى رواية تقص عليهم حكاية مغامرات مشوقة مباشرة بعد أن يؤذن مؤذن القصر لصلاة العشاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.